سيدويتش كذلك الى الكرات الثابته. ان شاء الله تكون موفق يا انس يا سيتي، وهذا الامر ليس بغريب عنك يا انس. قد تكون اليوم مباراه بطوليه، واحده من اهم المباريات في مشوارك الكروي يا انس يا سيتي. وتذكرنا اكيد بسنواتك الرائعه لما فريق الماس عن نقطه يا الشراسه والثنائيات اللي لازم يكون فيها شرس فريق الرجاء، بينما كره وهنا انس الزيتي في المتابعه، كره وانس الزيتي في المتابعه يحاول انه يحتفي بالكره دي ميزه عند الرجاء، بينما طارق الحفيدي يلا جول يلا جول يلا جول في وضعيه تسلل في اللقطه الماضيه. هذه فرصه رجاويه، ولكن على ما يبدو كان في رايه مرفوعه في الكره الماضيه. مشاهدينا كره خطيره، هذه خطيره 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 في نهايه المطاف. سند الورفلي ابعد الغربيه تلعب هذه الركله الحره مرفوعه داخل منطقه الجزاء. كره انس كره انس كره انس يعني عندك سفيان، وسفيان يسلم، سفيان يدخل، وسفيان يسدد غريبه يا سفيان. عمليه المراوغه حذر يا سفيان، وسفيان الرحيمي في نهايه المطاف يا سفيان، في نهايه تكون سريعه في الهجوم. هنا كره ملعوبه بين مارانجو، يلا يبان وبان تسديده ديال الكره. هناك انطلاقه من جانب الملعب، كوليبالي حذر من العرضيات، هذه مر على اللاعب زريده تشيبانغو تشيبانغو، لا وجود لخطا يقول الحكم. لمن يتولي يعمل مراوغه ممتازه، متولي يرفع الكره لكن بعيده. البطوله كان مع الجمعيه السنويه موسم 2005 2006 تلعب هذه الكره العرضيه. زريده في الاصل هو لاعب وسط ميدان وليس ظهير ايمن، بينما خطير هذه خطيره. انس الزيتي في المتابعه، الزيتي في ثاني اختبار الجهه اليسرى، هذه من تشيبانغو تشيبانغو يلعب لكوليبالي، تاتي المسانده كوليبالي، هذه خطيره هنا داخل منطقه الجزاء. المراقبه من فابريس نجوما، اوه زريده تشيبانغو، لكن زريده مره اخرى يرجع ويتمركز ويقف امام كبيره في الثنائيات وفي كذلك طريقه التكتل في الخلف. هنا طريقه فرصه، هذه حذر من فرصه، هذه زريده دورك، اوه دورك يا زريده الراسيه لكن بعيده تماما الى ضربه مرمى لفائده فريق الرجاء الرياضي. وسط ثلاث لاعبين نجح في تمرير هذه الكره، اسامه يرفع داخل المنطقه لكن متجه لاصابه مره اخرى، يبحثون عن العمق، هذه مرفوعه. انس بهدوء يسيطر بعد ما فعله فريق الاهلي قبل حين عندما سجل هدف هناك في بريتوريا. يرفع لمن هذه ناحيه اللاعب كيكانغا يرفع، لان قلت مازيبي الان يختار حل التسديد، بينما هذه كره صعبه كره صعبه واحد اثنين حذاري، ولكن جددا هكذا وحل مازيمبي لم يجد الحلول في العمق، وبالتالي تي بي مازيمبي تتحول هجمه مرتده الى سفيان. يلا يا رحمي يلا يا رحمي يا رحمي يا، وهذا رجع لتعليمات المدرب. العرضيه خطيره، الحمد لله مرت سالمة، أوه الحمد لله مرت سالمة. هذه أخطر كرة لنادي مازيمبي، وفي يلعب في سفيان رحيمي مشاهدة كرام، بينما لدينا كرة لأناصر الرجاء، خطأ على بين مران اليسرى كما يفعل الآن حبيدة حداد. هذه العرضية تدخل في نهاية تلعب، هذه الركلة الحرة تلعب أمامية. أنس اخرج يا أنس في نهاية المطاف، يلزم المساندة، تأتي بهذه الكيفية العرضية من حبيدة حداد بعيد، تغطية من فابريس، أوه يا فابريس حذر يا فابريس، رد بال يا فابريس ممتاز، احداد يبقى في الخلف، هذه خطيره خطيره. وانس 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 وهدف اول، اوه هدف اول لتي بي مازيمبي، يفتتح باب التهديف في هذه اللحظات مشاهدي الكرام. بينما نرفزها نرفزها، هدوءكم يا لاعبي الرجاء هدوءكم، ليس في مصلحتي ان يبقى مدافعا ومتكتلا في الخلف. هذه كره، كيف هو السبيل للتخلص من هذه النزعه الدفاعيه؟ حذر من الاخطاء في نهايه الامر، الحكم يعطي اشاره، تلعب هذه الكره مره جانبيه، وكم كانت صعبه كم كانت صعبه. ورحيمي رحيمي حول المرور، عندك يا رحيمي عندك يا رحيمي عندك يا رحيمي، غير معقول يا فابريس بمسانده من حميد، هذه العرضيه يلمس انس. اذا يتقدم اللاعب ليكونزا، يرفع هذه الكره على القائم الاول، يدخل في منتصف الميدان، لعبه قصيره محاوله الدخول لكن التعطي من في النهائي تشامبيونز ليج، بينما لدينا فرصه واحده اثنين فرصه فرصه. نعم تلعب هذه الكره داخل المنطقه، الكرات العاليه خطيره، رجع فيها الوقت المناسب، ملعوب الكره بسرعه. انس انس انس، الحكم ماذا يقول؟ والحكم يتجه لنقطه الجزاء مع الاسف. ممتاز، وقلت عندي يقين في انس، وكورتك يا انس، وانس يجيب بسرعه، انس برافو، يتصدى لركله جزاء، برافو، انا لم يخيب.